بحزاني بحزاني قريثو سريويتو كنفلو بومدنحو ديم فيتو دموصل وكرحقو عسر كيلومتر ميم فيتو دموصل وكنفلو علو شفلو دوطورو وأمنيونو دو عامد بحزاني شوعو ألفون أفشوثيو وعامودي قريفافي محلطيو معامو مشيحويو ويزيدويو وقليل معامو مشلمونو قرية بحزاني بحزاني قرية سريانية شمال شرق الموصل تبعد حوالي 20 كيلومتر عن مدينة الموصل وتقع على سفح جبل ويبلغ عدد نفوس أهل بحزاني حوالي 7000 نسمة وسكانها خليط من المسيحيين السريان واليزيدية إضافة إلى القليل من المسلمين الذين جاءوا مؤخرا إلى البلدة إقريثة بحزاني مشامحتو يبدو ميدا زيتوني تكون مزروعي أدو ميدا زيتوني بقريثو بساقيوثو عالهوخة أما أبو عي سريوي كو موضعي تكتيو أوش مد بحزاني إشمو سريويو أو كيف بيث حزوي ولاتيو أسو كولانو ميدا نخرويو عالد بشرورو كو حيرو علو شفلو دنينوي كتيو شفلو رويحو هولد كو موتي الدقلة ثنهرو أهم ما تشتهر به بحزاني هو شجر الزيتون الذي يزرع بكثافة في البلدة وذكرت بحزاني في المصادر السريانية باسم بيث حزوية أي بيت المناظر ولا عجب في ذلك إذ تطل على سهول نينوى الفسيحة حتى حافات دجلة العظيم عتايدا كو مذكرو مرتو ماوش ليحو تمشادر لآداي سابرونو تمسابر بدوك ثاثي تكتيو بحزاني وهو آزولو بودر بيذي اللي مريدو تأربيل أو كيف بيث حدياب هول أديوما كو فيشي وكو محون أدوكيوثو دعابو دي ودديروي مدوري قاموي ديمشي حيوثو كما يذكر التقليد الكنسي أن مرتوم الرسول أرسل مار أدى البشير ليبشر فيها وفي كورة نينوى ويكون بذلك قد بشر منطقة بحزاني وهو في طريقه إلى حدياب أي أربيل ولا تزال حتى الآن صوامع النساك والمتوحدين تشهد بأهميتها الدينية منذ العصور المسيحية الأولى بوشو رويو دودورو دتلو فحصار عابر ورب حيلو جنغيز خان النينوي وبحزاني ومحرولي كل ميدة كتوى بام فينو ثاني أترتي بثر آثن أموغولوي هانك دن حري وقتلي بو عامو مشيحويو بو دورثي هولد مخلالي إدوكثو كل كولو نويف ممشيحويوثو هاني هاون وجارن بيشاتو دا ألفو وماثي وحذوشتي في بداية القرن 13 الميلادي زحف جنغيز خان على كورة نينوى وكانت بحزاني كغيرها ضحية التتر
فساءت الأحوال وعم الدمار حتى سنة 1261 للميلاد، إذ قدم المغول أيضاً واستمر سيفهم يرتشف الدماء ويزرع الخراب. بوشو رويو ديسو عرو ثايدان لقريثو باسمتو بحزاني هايوت كتيو عاترتو بدو ميدو زيتونو سملن سو عروثو الدكثو تكتيو إشما وقصرو وقصرانو تكتيو قصرو طب عاتيقو كمحشو وبيتو دكو هني بحزاني أربعو فاتر يرخي عاميري بقصرانو بوزبنو دسو عرو ثفي البحزاني تكتني مور إغناطيوس الياس ليثويو شاكر مور إغناطيوس أفريم قذمويو برسوم مور إغناطيوس يعقوب تليثويو ومور إغناطيوس زاكي قذمويو عيواس وقصرو عاميرويو بقابتي قريثو بدأنا زيارتنا إلى بلدة بحزاني إلى ما يسمى القصر، وهو بيت للكهنة في بحزاني قديم جداً. زار هذا المكان 4 من بطاركتنا العظماء، هم مار إغناطيوس الياس الثالث ومار إغناطيوس أفرام الأول برصوم ومار إغناطيوس يعقوب الثالث ومار إغناطيوس زكى الأول عواظ. وموقع القصر يجعله يطل على القرية. وعمر قاموية دي قريثو هن أمشي حويني وديلونويث السريوية. أول من سكن هذه القرية هم المسيحيون السريان. بحزاني كتلة ديرو عتقتو هايو دميدل أيزيدوي بدور ربيعويو وسيمل دكثو أو كيف مزار الروحية. ويوجد دير كان يسمى سابقا دير بسبنيتا قديم جدا، اغتصب من قبل اليزيدية وحول إلى مزار رئيسي لهم وهو من القرن الرابع. إسا جيوثو دعامود بحزاني بشر شايفي ممذيتو دتاقريتيو أو كيف عامو تاقريتو يوني ودكفورش بحزاني مبعشيقة دربو حايو وونخرو يتكزيبسو عروثو التامو لوكو ذع إدوكثو لوكو قدر فورش أترتي قرية محذوذي وحتكتيو يذيعو كفورش أعو مورد بحزاني ما نقد بعشيقة بشمو عدول عزفي أو كيف دي جغال يفي ميذت كل حذو مقورية كتلة العزيفة أو كيف إجغال يايفا وين دلوشو مع علو العزوستي كي بحت فرش محذوذي بعيوذي بمردوثو وبما شلوانو ثفي. غالبية أهل بحزاني هم من الأصل من مدينة تكريت وسط العراق. يفصل شارع بحزاني عن بعشيقة، والزائر من الصعوبة أن يميز بين القريتين، لكن هناك اختلاف في اللهجة بين القريتين، والغريب يلاقي صعوبة في وجود هذا الاختلاف
كما أن هناك اختلاف في العادات والتقاليد بينهما. بحزاني فالقادي قريثو عاتقتو كيت عيتو بشمد مورجي ورقيس إلو أعموري مروحة يقريثو بحزاني ببن يوني حافي شافيري دمع عمرني لروى المقريثو وديو مبحزاني مذيتوكو محشو. في بحزاني يوجد كنيسة واحدة هي كنيسة مارغورغيس، تقع وسط القرية القديمة التي نراها أمامنا. هذه البيوت في السابق كانت ملكاً للمسيحيين الذين بنوا جميعاً حول الكنيسة، ولكن شيئاً فشيئاً بدأ الناس بتوسيع بيوتهم وبناء بيوت جديدة إلى الخارج قليلاً، والآن بحزاني أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه في السابق. بشلو موديس عروث أيضاً لقصر بحزاني هولاً فوثينا لعيتو دمورجي ورقيس دمشاتسو بيشاتو دا 1884 وعمينا كيت أبون خورويو أفريم ومكهنو نديعيتو هاود محكيللن باريخوثو علو مكتب زبنو ديعيتاثي إقادشتو ديلو نويف علو زبنو دو حدو ثيذا هاود هاوي بحاريتاثي بيشاتو داتري 1000 وشيث. بعد زيارتنا للقصر اتجهنا إلى كنيسة مارغورغيس التي تأسست عام 1884 ميلادية، حيث رافقنا مشكوراً الأب الفاضل الخوري أفرام كاهن الكنيسة الذي شرح لنا عن تاريخ الكنيسة وإعادة تجديدها عام 2006 للميلاد. والآن نترككم مع الأب الفاضل الخوري أفرام ليتفضل بشرح معالم الكنيسة من الداخل والخارج. الآن نحن في كنيسة مارغورغيس في بحزاني. طبعاً هاي الكنيسة القديمة واللي انبنت سنة 1884 وبعدين جددت في 2005-2006. أكيد ما كانت بهذه الهيئة وهالشكل الحلو، كانت يعني كنيسة قديمة أكيد يعني على قد حالهم كانوا أجدادنا لما بنوها، والآن هي كنيسة تزهو بحلة جميلة من الخارج ومن الداخل. وطبعاً أكيد هسا راح نشوف بعد شوية الكنيسة من الداخل. طبعاً أكيد بنينا قاعة للاحتفالات للمناسبات تعازي خاصة، والآن ديوان الوقف المسيحي تبرع ببناء القاعة الجديدة للتعازي مثل ما كنشوفها حاليا، وإن شاء الله هي على أبواب أن تخلص، ما باقي بها شيء غير الستار. وهسا إن شاء الله نفوت على الكنيسة ونشوف المعالم الكنيسة. كنيستنا كنيسة مارغورغيس في بحزاني للسريان الأرثوذكس اللي بنيت سنة 1884 في عهد البطريرك مرغناطيوس بطرس الرابع، وكان بوقتها كاهن الكنيسة القس يوسف من عائلة بيت القس، اللي قام حسب ما مكتوب باللغة السريانية في مقدمة الكنيسة بالتبرع من الموصل وقراها، وكذلك أيضا بتبرع من المؤمن سلو شماني، وأيضا من تبرع من خواجة عبد النور اللي هي كانت أيضا تبرعت في لبناء الكنيسة، بالإضافة إلى أكتاف المؤمنين اللي كان دور رئيسي ومهم في بناء هذه الكنيسة، اللي في كل عمل أكيد العمل يأخذ ثلث البناء،
وأيضا المواد البناء اللي كانت موجودة بالكنيسة كانت كلها تؤخذ من الجبل بحزاني، كان اسمه المقطع المرمر الموجود الحالي القديم، فهو كان كله مادة متوفرة وما كان يحتاج إلى تبرع أو يحتاج إلى أحد يعطيه. فكانت الكنيسة هي كلتها مبنية بأكتاف المؤمنين وتكاتفهم مع بعضهم، وانبنت بهذا الشكل القديم والحلو. المذبح طبعا يحتوي على لترونس محل المكان القداس، وهذا فتشي طبعا احتز بي في بحزاني، لانه هذا لترونس يختلف عن كل الكنائس الموجودين في كنائسنا السريانيه في العراق، واقدر اقول حتى في العالم، يعني يظهر بهذا الشكل الجميل، هو مصنوع من الخشب وطبعا منقوش نقشه كلها صلبان مرتب بشكل هندسي جميل جدا، وطبعا مثل ما تشوفوا يعطي طابع خاص تاريخي للكنيسة. الكنيسة هي بنيت على اسم مار جورجيس، وهذا المكان هو يعتبر مكان مثل مزار المؤمنين، يجون يوقدون الشموع على نياتهم وطلباتهم اللي يطلبوها من الرب بشفاعة القديس مار جورجيس. وعندنا بهذا المكان رفات لأعظام القديسين، بصراحة نحن ما نعرف من منين وصلتنا، بس في أكيد أجدادنا ربما جابوها من ديار مارمتا أو من مكان ما. الكنيسة في الكهنة اللي خدموها، أول كاهن كان هو القس يوسف جدنا اللي خدم الكنيسة، وتوفي سنة 1907، وبعدين إجا ابنه الخوري سليمان في الجهة الثانية، وبعد الخوري سليمان جاء القس بلحد أيضا خدم الكنيسة، ووالدي المرحوم الخوري بنيامين اللي موجود تاريخه بجانب القس بلحد. اللي تشوفونه حاليا هو ايضا ضريح الخوري سليمان القس، اللي كان في وقت من الاوقات رئيس لديار مارمتا لمده سنتين، ويعني الناس تجي تتبرك من ضريحه ويعلقون القنديل الى جانبه ويطلبون منه طلبات بشفاعته، ايضا يعني ناس طلباتها سبحان الله يعني الرب يعطي لهم على قلبهم وعلى نياتهم ويحقق لهم امنياتهم ورغباتهم. وايضا بجانبه دفن ورقد بالرب المرحوم الخوري موسى الشماني، والد الاب الفاضل الخوري قليميس، كان هو يخدم في كنيسه بعشيقه لكن دفن في كنيسه مار جورجيس في بحزاني. الكنيسه هذه طبعا ولو تشوفوها صغيره بس يعني إلا في الطابع خاص ومكان مقدس، يعني أكيد يشعر كل إنسان يجي للقداس يشعر بقداسة المكان ويتمتع بالصلوات الموجودة في داخل الكنيسة، ويشعر بأنه هو يعيش في زمان يعني قبل وقديم جدا، وإلا في روحية خاصة هذه الكنيسة كنيسة مار جورجيس. أكيد الكنائس كلها موجودة شكل هذا المكان، الأقواس والمرمر اللي تشوفوه هذا حديث عملناه، كان كلها موجودة بالجص، لكن مؤخرا قمنا بتجديد الكنيسة وتلبيسها كلها بالمرمر الموصلي. بس الأقواس اللي الموجودة بين الدنك هي هاي قديمة، هاي موجودة حافظنا على القديم وجبنا الجديد وحطيناه مع القديم بحيث أنه ما يأثر على معالم الكنيسة. يوجد في الكنيسة عدة مخطوطات قديمة، الأمامي حاليا هو فنقيث من تجديد الكنيسة للصوم الأربعيني، طبعا أكيد لازلنا نصلي به
ونقرأ في كل مناسبة بمناسبتها مثل ما تشوف أمامك. بسعر ثيذا لعيتو أزن حزيلا إيغانات شبري هايوت كتيو ناقفتو لعيتو دمرجي ورقست بحزاني وطلوي وطليو ثو ديغانات شبري مفصح لنساجي بصلا ووثو وزميروثو دبوسريويو أبو أرابويو. خلال زيارتنا إلى كنيسة مارغورغيس زرنا روضة مارغورغيس لأطفالنا السريان أبناء بحزاني، حيث أطربنا الأطفال بتراتيل سريانية وعربية. أبونا البشمايو مش غير لأن أبونا عبد الله هاوت كتيوم شالو أو كيف مسؤول علي قانث شبري وعلى شو تسيذا وعلى شو شطيذا وعلي أي كانوا يثيذا أد يوما إن أقلدو مانو أد يوما واد يوما تكون مينا أعلي هشميقا من دعو بارو شو تسد داعش لفنيثويو. كما تفضل الأب الفاضل عبد الله المسؤول الروحي عن الروضة، حيث تحدث عن تأسيس الروضة وكيفية سير الأمور فيها. هذه الروضة اللي طبعا أسستها كنيسة مارغورغيس باسم روضة الشهيد مارغورغيس صار لها 3 سنوات من افتتاحها، وهدف هذه الروضة هو جلب الأطفال من عمر 4 سنين و5 سنين إلى الكنيسة وتعليمهم الأمور الدينية والأمور الوطنية والاجتماعية والصحية حتى ينشأون جيل في المستقبل، جيل يخدم الكنيسة وجيل يخدم الوطن والمجتمع.
الدوام بالروضة هو طبعاً يبدأ 5 أيام في الأسبوع أسوة بالمدارس الابتدائية الحكومية، ونحن ارتأينا أن يداومون يوم الأحد باعتبار أن هذا اليوم هو يوم مقدس ويحضر كل الأطفال من البنين والبنات إلى الكنيسة ويحضرون القداس الإلهي ويتناولون أيضا من الأسرار المقدسة حوالي في الشهر مرة واحدة. حتى الهدف من هذه أو من هذا الدوام في يوم الأحد ابتداء من هذا اليوم هو أن عود الطفل أن يجي للكنيسة ويقصد الكنيسة، حتى من هو صغير يتعلم على محبة الكنيسة ومحبة الله ومحبة الوطن. هذه طبعا أيضا كانت بطلب، افتتاح الدورة كانت أيضا بطلب أولياء أمور الأولاد الصغار من الآباء والأمهات، وطبعا الكنيسة استجابت لهذا الطلب وفتحت هذه الروضة، وإن شاء الله هذه الدورة راح تستمر بجهود القائمين على التعليم وبجهود الخيرين وبجهود أولياء أمور الأطفال اللي طبعا لم يساهموا أيضا في دعم هذه الروضة، والدورة مستمرة إن شاء الله، ومدة يعني الأشهر اللي داومونها أيضا هي حوالي طبعا 8 أشهر أسوة بالمدارس الابتدائية الحكومية، يعني عندهم عطلة ربيعية وعندهم أيضا عطلة صيفية مدة 3 أو 4 أشهر، والعطل التي يعني ما يداوموا فيها هي نفس العطل اللي الطلاب في المدارس الابتدائية أيضا ما يداوموا بها. نحن نشكر قناة سوريويو سات على هذه البادرة الطيبة. نقلت نافقين ميتو سملا كروخيو بأور حوثو أو كيف باشقو قدي قريثو بحزاني إعاتقتو وحزيلا أشقو قعاتي قد عاميري بيدو تدسريو إقاموي داثنو متاقريت وبنيولن بحزاني. بعد خروجنا من الكنيسة نحن الآن نتجول في شوارع بحزان القديمة وأزقتها القديمة التي كان المسيحيون السوريان القادمون من تكريت هم من بناها. بحزاني كتلة موزوغ باسيمو ومجاني وبستونت كتلة حذورة شافرتو يستساقي. إلو أخد مذكر لن للعلستي بحساني يذعتو يو ياتي رويث بدو ميدو زيتونو عم قابداني بحزاني مشامهتو يو بيزور عوثو دحيطي ودسعوري وبيأكوروثو. الطقس في بحزاني دائما يكون جميلا بسبب البساتين التي تحيط بالقرية، خصوصا بساتين الزيتون، وأيضا هي مشهورة بزراعة الحنطة والشعير. أمد شافيرتكو حزينة بدك ثاثي بوشال ودنينوي هو كل شو توسد كتيو دعام ميذن كحوزينا إلو حيذد علو ترعو كثوتو يو بسريو يو ومتكم هالخينا بشوقي وكحوزينا أدوكان شافيري وعال كل دوكانو كيتلوحو ويلوحو كثوتو يو بأثبوثو دولشو نيذن أسريو يو. إنقلتكم هالخت كمرغشت نفشوخ بافرو سريو يو. الشيء الجميل في مناطقنا في سهل نينوى أن الكثير من أسماء المحلات العامة أو التابعة للكنيسة أصبحت تكتب باللغة السريانية، ك
كما نرى أمامنا هنا قاعة للاحتفالات كتبت بالسريانية رومسينو وغيرها الكثير من المحلات، وهذه خطوة جيدة جدا ومفرحة. بثر الزن وعابرينا الحا مبوتي ديمفيتو وسملن لوقويو عم حذو سبثو لوشتو بلبوشي مردو ثنوية دي دكثو. أيضا زرنا في هذه الجولة أحد البيوت والتقينا إحدى شيخات المنطقة وهي ترتدي الملابس التقليدية لقرية بحزاني. إن شاء الله هم كنت تضغط كما الأول وأحسن بعداني. حكينا على بحزاني. إيه والله جني كانت بعداني، جني كانت من الله. اش كانت تشتغلون قبل؟ وكنا نشل الرحصات للزيت للبصل لكل شيء كنا نيشي. اي والله فقد كنا نيشي للرحصات النحصات. بثر الزن وعابرين البيت حرينو يدكتو دحزيلن شربي وداني قذوني عتيقي ولعدك محتي بقاوية وحالو أو كيف وطرشي وبنثقاني حشية وحمصة محمصة أو كيف ومقدوس. بيت آخر يمتلك جرات أثرية لعمل الطرشي. بحاريتو أزان البيت حرينو إيدوكثو توقيو لحمو بطانورو وديو ما ناقص دوقدو لحمو بطانورو. في زيارتنا أيضا هذه زرنا أحد البيوت الذين كانوا يعملون الخبز على الطريقة البحزينية في تنور الطين القديم الذي أصبح نادر الوجود الآن. على عقلي دلل الغير تعطيني وتلعب على عقلي دلل.
وبد ما أصدق دلال فغيت يوم تنساني دلال وبد ما أصدق دلال فغيت يوم تنساني دلال كلام الحساد جلال خلاني حيراني كلام الحساد جلال خلاني حيراني آه يا دلال ساقي مبوتك ميرابي جيوثي خدكمي أكذوي وكثويوثو باطي وديكي وكيتستي تكم رابن بعيرو أو كيف عووني وعيزي وتغروثو نرى هنا أحبائي الكثير من البيوت الذين يمتهنون مهنة تربية الدواجن وأشخاص آخرون يمتهنون تربية المواشي توخم فرجينا عليم ذي تشافته بحزاني مقابو دطورو كما ترون هنا منظر آخر لبحزاني من طرف الجبل ويلي ولي ولي وشمت عينيك دلال
بحاريتو دي سعرو ثيذا لقريتو بحزاني لاقينا عموم كهنونو دي ايتو أبون خرويو أفريم القس هوليلان أمم لانو لفرس حزويذا سريو يسات في نهاية زيارتنا إلى بحزاني التقينا مع كاهن بحزاني الأب الخوري أفرام القس الذي تحدث إلى سريويوسات عبر هذا الحوار. شكرا جزيلا لزيارتكم من فضائية سريويوسات. أكيد يا بحزاني كلمة سريانية تعني بيت المناظر، طبعا هي قرية بجانب بعشيقة تبعد عن الموصل حوالي 20 كيلومتر. بحزاني تمتاز بعيشة المشترك من كافة المكونات المسيحية واليزيدية والمسلمين. اللي نعرفه أقدم شيء بحزاني هو بالقرن الرابع كان أكو غابة أو تلة كبيرة كان بها دير كانت تسمى ذاك الوقت بزانيثة بحزاني، وذكرت في كتاب ذخيرة الأذهان. وهذا الكتاب طبعا وضح بأنه استشهد القديس بارسهدي اللي حاليا رفاته في دير مارمتا على يد برسوم النصيبيني. وطبعا هذا أقدم وثيقة تاريخية خلينا نقول على منطقة بحزاني. بحزاني حاليا كمجتمع اختلف عن قابل، أكيد يعني المجتمع تطور مع تطور عصر العولمة والأنترنت وما شابه. طبعا الناس مثلا قبل كانت بحزاني تشتهر بالزراعة، يعتمدون أهاليها على زراعة القمح، الحنطة أو الشعير أو العدس والبصل، وكانت الحياة سهلة وبسيطة وكان نوع من التآلف موجود بين الجميع. لكن اليوم ما تشوف هذا الشيء موجود، الزراعة كلها تقدر تقول اختفت زراعة البصل تماما. زراعة الزيتون كانت موجودة بس أيضا للأسف بدأت تتقلص بإذا قامت الناس تقلع الأشجار وتبني مكانها بيوت سكنية. العلاقات الاجتماعية تقلصت أيضا ما مثل قبل يعني موجودة، وهذا شيء طبعا يعود إلى مشغولية الإنسان في نفسه وفي أمام التلفزيون وأمام الأنترنت، فما بقى له وقت حتى يقوم يسوي هالأشياء. وبحزاني وبعشيقة حالة حال أي قرية اللي دخلتها الكهرباء والتقدم والموبايلات تعرف يعني صارت مثل المدينة، يعني ما بقى تعاني مثل قبل من نقص من هالمواد الماء والكهرباء وما شابه. نحن نفتقر إلى اللغة السريانية لكوننا نحن جينا من تكريت، مثل ما ذكرتوا لك قلتنا جينا من تكريت، جينا جبنا اللغة العربية معنا. يعني على ما يبدو أن أجدادنا تحت ضغط ما أو تحت ظرف ما تركوا اللغة السريانية أو أجبروا على ترك اللغة السريانية. لما جينا لهالمناطق ما كنا ناس تتكلم اللغة السريانية مثل ما يتكلمون في بارطلة أو قرقوش أو بقية المناطق، فبقت منطقتنا ملتزمة أو تحكي اللهجة المحلية اللي هي مشابهة لأهل آزخ. وإحنا ما نعرف بهذه المناسبة يعني إيش هو الربط بين بحزاني كلهجة وبين آزخ وبين تكريت. تكريت أيضا عندها نفس اللهجة، ربما الأصل الكل يرجع إلى تكريت. لكن إحنا نسعى اليوم بالمدارس إلى تعليم اللغة السريانية، وبدأنا نبني مركز ثقافي يتكون من مدرسة راح تكون إن شاء الله خاصة لتدريس اللغة السريانية. أكيد صلواتنا بالكنيسة أيضا بالسرياني، ونحن نأمل أيضا يكون عندنا فت آلية جديدة لتعليم اللغة ومعلمين الجدد حتى يتقنون اللغة ويعلمون جيلنا الجديد وأولادنا وأطفالنا. عندنا نشاط في الكنيسة ومهم جدا يوثق الأمور التاريخية وهي مجلة الينابيع. هاي المجلة نحن كثير فرحانين بها بصراحة، وتوصل أخبار الكنيسة للأجيال القادمة بالمستقبل. نحن لو نجي بالتسلسل يعني هو أول كاهن صار من عندنا هو سنة 1680 من عائلة بيت القس، هو تكريتي الأصل، هو
كان اسمه القس قرياقوس، وعدنا وثيقة تاريخية محفوظة في دير مرمتة مخطوطة من قبل الأب عبد الله القس عبد الله سنة 1680، هو أيضا من أجدادنا من عائلتنا، وأيضا عائلتنا استمرت بالكهنوت اللي هي كانت تخدم كنيسة بحزاني وبعشيقة. يعني إلى حد سنة 1750 أو 1780 كانوا كهنة بحزاني اللي هم من عائلتنا كانوا هم يخدمون كنيسة بعشيقة، ما كان عندنا كنيسة بحزاني نحن. بعدين جو بنوا كنيسة بحزاني وصار عندهم كهنة وإحنا كمان صار عندنا كهنة. وطبعا سيدنا موسى هو واحد أيضا منهم اللي هو من بحزاني وهذا خريج كلية وتقدم إلى دراسة اللاهوت والآن هو سيدنا ومطران الأبرشية. طبعا الكنيسة خرجت، نحن نفتخر بكل الآباء الكهنة مثل سيدنا موسى وأبونا أوجين اليوم اللي هو سكرتير لسيدنا البطرك الله يحفظه ويديمه، وعدنا أيضا طبعا عوائل هي يعني صار من كل العوائل كهنة، يعني صار من عائلة بيت القس اليوم من الأحياء تقريبا يمكن حوالي أعتقد 6 نحن إذا نذكر أنا وأخوري نعمة أخوي أخوري عبد الله أخوي وابن أخوي رهب أوجين وأبونا متى في بغداد وأبونا أدى في الدير. من عائلة بالشمان أيضا اللي كان سيدنا المطران موسى على رأسهم وأبونا فيلبس الشماني وأبونا خريميس وأبونا بشارة وأبونا فادي وأبونا برنابا وبعد وأبونا فائز طبعا لا ننسى أيضا أبو خالتنا. وطبعا هذا الشيء هو فخر الكنيسة. وأيضا من عائلة بيت عجاج عندنا أبونا بنيامين نحن أيضا نفتخر به وكاهن فاضل. وأيضا عندنا من بيت عبوش اليوم عندنا الراهب متى، ومن عائلة أخرى عندنا الراهب يوسف في الدير من عائلة الجرجوسي. فكل العوائل قدمت يعني من بحزاني مع العلم أنه بحزاني هي قرية صغيرة وعوائلها ما تتجاوز 300 عائلة، قدمت تقريبا أكثر من 17 كاهن حاليا هم يخدمون كنيسة السريان الأرثوذكس في العالم أجمع. يعني تقريبا وصلنا حاليا ل 400 عائلة سريانية مع يعني طبعا يعني نقدر نقول 50 عائلة من النازحين من الموصل ومن مختلف العراق اللي جونا، لكن 350 عائلة موجودين فعليين من أهل بحزاني. معظم أكو نسبة كبيرة هاجرت أيضا لا تنسى يعني، لكن احتفظنا ب 350 عائلة إن شاء الله يبقون ويستمرون بالحياة في هالمنطقة وإن شاء الله يكون معهم إحنا. أنا طبعا أشكركم أول شيء لأنه أنتم جيتم من السويد وتعبتم أكيد بالسفر واهتمامكم الواسع بكنائسنا السريانية، والحقيقة هي فتبادرة كلش حلوة أنه حتى يتعرفون أهلنا وأقاربنا السريان من الكنائس في السويد وألمانيا وأوروبا كلها يتعرفون على شعبهم السرياني في العراق كيف يعيش بهالظروف. وشكرا جزيلا لفضائيتكم المحترمة، نتمنى لكم الخير والموفقية في مسعاكم.